معلقة بس من المكون دوت هتنزل معاك كل الدهون اللي في جسمك خلال 3 ايام بس، هتلاقي جسمك بدأ يظبط معاك في المقاسات وفي اللبس وكل حاجة، مش هتصدقي النتيجة. ربع معلقة هتنزل كتل دهون، بجد هتنبهر من النتيجة. عايزين تعرفوا الوصفة دي عملناها ازاي؟ لايكات كتير للفيديو ويلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال. النهاردة ان شاء الله جاية لكم فيديو جديد. الفيديو بتاعنا النهاردة يا جماعة مهم جدا جدا للناس اللي عايزة تخس بسرعة، ده طبعا بالنسبة للأوزان العالية إن شاء الله في أقل وقت هينزل معاها كتل من الدهون. الناس اللي بتشتكي من الجوانب والأرداف وعندها كرش، كل الكلام دوت إن شاء الله هينتهي معاكي في أقل وقت إن شاء الله يا جماعة. من أول 3 أيام بالظبط هيبان معاكي نتيجة كويسة جدا، هتبهرك سواء في المقاسات سواء في الوزن سواء في المظهر الخارجي أو الشكل يعني بمعنى أصح، لأن طبعا معظم اللي بينزل دوت ده بيكون كتل من الدهون، فالدهون على ما بتنزلي كيلو دهون ولا حاجه ده بيبان معاك فرق كبير جدا، لان طبعا انتوا عارفين ان الدهون بتبقى خفيفه، فاحنا بس مجرد ان احنا بننزل كيلو من وزننا طبعا الفرق بيبان معانا على طول في الشكل وفي المظهر وفي الوزن وفي كل حاجه. فالوصفه اللي احنا هنعملها النهارده ده طبعا هتزود معاك معدل حرق، هسد معاك الشهيه لو كانت شهيتك مفتوحه بتاكلي كتير، كل الكلام ده ان شاء الله هتشوفوه معايا في قلب الوصفه دي. عايزاكم تحطوا لايكات كتير ويلا بينا كده نشوف الوصفه بتاعتنا النهارده عباره عن ايه. وصفتنا النهارده كل الحاجات اللي احنا ان شاء الله هنعملها سهله وبسيطه وطبيعيه جدا جدا، مش مضره لجسمنا ولا حاجه، لا بالعكس ده هتبقى مفيده كويسه جدا لجسمنا، وفي نفس الوقت هتنزل معانا كتل من الدهون، وكمان زي ما قلت لكم في بدايه الفيديو ان هي هتسد معاك الشهيه، ده بالنسبه للناس اللي هي عندها شراهه على الاكل. يلا كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونحط لايك كتير للفيديو، وكمان يا ريت اللي لسه مشتركش في القناه يشرفنا اشتراكه باذن الله ويفعل الجرس عشان ان شاء الله يوصلوا مني كل جديد، وكمان يا ريت نشير الوصفه. طيب مبدئيا يعني كده يا جماعه علشان بس الفيديو بتاعنا النهارده باذن الله هيبقى مكون من وصفتين اثنين، اول وصفه هنعملها مع بعض، الوصفه الثانيه هتبقى سهله وبسيطه جدا جدا لكن في نفس الوقت هتبقى مهمه جدا لازم كلنا نعرفها. عايزين نتابع مع بعض كده الفيديو الاخر عشان نعمل الفيديو صح وتعملوه ويجيب معاكم نتيجه فعاله في اقل وقت، تمام؟ طيب اول حاجه بقى كده انا معايا مج اهوت، المج دوت بياخد كوبايتين اتنين من الميه، ودولت اللي انا هستعملهم النهارده في الوصفه بتاعتي. طيب اول حاجه بقى هنستخدم فيها ايه؟ حاجه مشهوره وكويسه جدا جدا، يمكن ناس كتير او دكاتره كتير من بتوع التخسيس بيوصفوا لنا طبعا الحاجه ديت، اي حد بيروح او اي حد عايز يخس دايما بيرجح المكون ده، تمام؟ ده كده اول معلقه منه اللي هو الكمون، تمام؟ دي كده يا جماعه الكمون الحصى، ده طبعا بيجي من عند العطار ودايما موجود في قلب المطبخ، هو طبعا امن جدا جدا سواء على المعده او الناس اللي عايزه تخس او الكلام ده كلته. وكمان خدوا بالكم الكمون ده طبعا بيريح القولون، بيريح المعده معانا، بيطرد الغازات، في معظمنا كده تحس ان البطن بتاعته منتفخه كده ونقول له احنا ده احنا جسمنا بارز عندنا كرش مش عارف ايه، ده طبعا بتبقى كلها انتفاخات. مجرد ان احنا بناخد الوصفه ديت ده بتنهي معاكي كل المشاكل دي. خدنا معلقه، هناخد كمان كده معلقه اهو، يعني يعتبر كده يا جماعه معلقتين بالمعلقه الصغيره، ممكن لو انت عندك معلقه شاي بتاعي ربع. نشوف مع بعض المكون الثاني اهوت، ده يا جماعه ده الشمر، الشمر من الحاجات الكويسه جدا جدا اللي بتريح معاكي المعده، وكمان الناس اللي عندها مثلا صعوبه في الهضم ده يعني كويس جدا، وكمان في نفس الوقت بينزل معاكي كل الدهون العنيده اهو، ده يا جماعه بيبقى الشكل بتاعه، الناس اللي حابه تجيبه اهو بيقولوا على الشمر او حبه الحلاوه، طبعا الناس اللي تعرف له اسم تاني ممكن تكتب له في الكومنتات. ده طبعا الوصفه دي كفيله الوحيده ان هي بتنزل كل السموم الموجوده في الجسم. طبعا يا جماعه الكوبايتين اللي احنا هنعملهم عباره عن معلقتين صغيرين بمعلقه الشاي من الكمون، ومعلقتين صغيرين برده بمعلقه الشاي من الشمر او حبه الحلاوه. دلوقتي بقى هننزل عليهم كده بالميه المغليه، ننزل عليهم كده يا جماعه بكوبايتين ميه مغليه بالشكل ده كده، وده طبعا اللي انا محتاجاه النهارده. هنبدا ان احنا نقلب الوصفه بتاعتي، مجرد بس ان انا يعني صبت عليه الميه المغليه بدا اللون بتاعه شايفين، ده طبعا احسن من غليته. دلوقتي بقى هننزل نغطي على الكوبايه اللي احنا عملناه او الكوبايتين اللي احنا عملناهم بالشكل ده كده. ليه؟ لان طبعا كل البخار اللي بتبخر دوت انا عايز استفاد منه، البخار دوت فيه زيوت طياره كويسه جدا ومفيده لجسمنا، فعلشان نحتفظ بقى لازم نغطي على الكوبايه بتاعتنا كده لمده 5 دقايق بالشكل ده كده. طيب
عقبال بس ما تنزل كل اللي فيها ونغطيها، تعالوا نعمل الكوبايه الثانيه. طبعا في مكون ثاني لازم احط له الكوبايه ديت، بس مش هينفع ان انا احطه دلوقتي. تابعوا معايا الوصفه وتعالوا نشوف الكوبايه الثانيه على ما تبرد شويه. ودلوقتي يا جماعه معايا كوبايه ميه عاديه خالص من الحنفيه، لا هنقول له ميه مغليه ولا اي حاجه، بس اهم حاجه كل ميه متفلتره كويسه من الحنفيه. دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ معايا طبعا الخل، الخل العادي بتاع البيت مفيش اي مشكله خالص. ممكن عايزه تحط خل تفاح برده مفيش مشكله، ما عندكيش خل تفاح ممكن تستخدمي الخل العادي بتاع البيت ده. طبعا معلقه شاي صغيره اهي اللي بقى علبه الشاي، وده كده اول معلقه، وده تاني معلقه. نقلبها كويس. الخل من الحاجات الكويسه جدا يا جماعه برده اللي بتشيل كل السموم، وكمان بتشيل كل الدهون المتراكمه. المكون اللي بعد كده ايه هقول لكم برضو عليه، حاجه بسيطه جدا جدا. بصوا بقى حاجه كده ما تسكرش على سن المعلقه، حاجه بصوا ده معلقه من ربع معلقه او ثمن معلقه، حاجه يعني شعره بسيطه خالص على سن المعلقه كده، ده كده شعره بسيطه خالص يا جماعه، يعني اقل من ربع المعلقه. ده طبعا محدش يستغرب ان انا حطيت الملح على الخل. الملح على الخل ده من الحاجات الكويسه جدا اللي بتجلي معاكي وبتنضف معاكي الدهون الموجوده، ومجرد ان هي بتنزل كده ده شفت الحاجات اللي هي بتملس كل الدهون وبتملس كل الحاجات المتراكمه على المعده او في البطن او اي يعني حاجه من الكلام ده. بصوا اهي نبدا ان احنا نقلبها كويس جدا. ده كده الكوبايه جهزت معايا زي ما انتم شايفين، ما خدتش معايا اي حاجه. كل يوم كده الصبح على الريق اعمل كوبايه زي ديت، اضمن ان فعلا هينزل معاك كتل من الدهون. إيه طبعا لو انا جت شربتها مش هحس لا بطعم الخل ولا هحس بطعم الملح، لان الحاجات بسيطه جدا اللي انا حطيتها مش هتبان فيها. تمام، يبقى ده الكوبايه اللي انا هاخدها على الريق كده الصبح كل يوم اول ما اقوم من النوم، نحطها كده على جنب اهيت. وتعالوا بقى كده يلا نشوف الكوبايه بتاعتنا او الكوبايتين اللي انا عملتهم في بعض. بصوا ده طبعا البخار انا بنزله اهو، اهوت بنزله تاني في قلب الوصفه. ارجع بقى كده ادي لها تقليبه، الشكل ده كده. كده الكوبايه جهزت معايا، ما خدتش معايا اي حاجه ولا اتعبت فيها بحاجه ولا اي حاجه، يا دوبك الميه السخنه حطيتهم على المعلقتين حبه الحلاوه او الكمون زي ما انتم شايفين كده. هنبدا دلوقتي بقى ان احنا نصفي الكوبايه بتاعتنا علشان اقول لكم المكون اللي بعد كده هيكون عباره عن ايه. نبدا بقى ان احنا نصفي الكوبايه بالشكل ده كده. يا دوبك مجرد ان هي بس قعدت معايا كده 5 دقايق كده يا جماعه. الوصفه جلست معايا اهيت بعد ما صفتها بقت بالشكل ده كده. طب ايه هو المكون اللي انا مرضتش احطه والميه مغليه عليه؟ طبعا الليمون. الليمون يا جماعه ما ينفعش ان انا احطه والميه مغليه او تكون سخنه، او لازم لما تبرد شويه كده ابدا ان انا احطه. فانا هحط الليمون على الوصفه بتاعتي اهيت. يعني انا عملت مقدار كوبايتين هحط عليهم ليمونه كامله، لو انا عملت كوبايه واحده هحط عليهم نص ليمونه تبقى كويسه جدا. بصوا بقت بالشكل ده كده اهو. نبدا ان احنا نديلها تقليبه. خدوا بالكم يا جماعه الحاجات الطبيعيه ديت من افضل الحاجات اللي احنا ممكن ان احنا نشرب، دايما دكاتره كتير بينصحوا بالحاجات ديت. كمون من الحاجات الكويسه جدا المفيده جدا جدا في نزول الوزن، وكمان بتريح معانا المعده وبتشيل كل الانتفاخات زي ما قلت لكم في بدايه الفيديو. طيب احنا دلوقتي بقى عرفنا الكوبايه ديت بتتاخد امتى. ده قلنا طبعا بتتاخد الصبح على الريق. اما الكوبايتين اللي انا عملتهم دولت ان شاء الله هناخدهم مرتين في اليوم بقى، مره قبل وجبه الغداء بنص ساعه، ومره برده قبل وجبه العشاء. تمام، لو احنا بنتعشى هناخدها برده قبل وجبه العشاء بنص ساعه او بساعه، ما بنتعشاش هناخدها برده قبل النوم كده بساعه بساعتين، هتبقى كويسه جدا. دقمنا على الوصفه ديت لمده اسبوع هنبص نلاقي بسم الله ما شاء الله مفيش دهون مفيش كرش مفيش جوانب، جسمنا بقى خفيف ورشيق، بقى مظهره كويس كويس جدا في المقاسات وفي اللبس. احلى ما في الوصفه دي كمان ان هي ما بتخليش الدهون تتراكم معاكي مره تانية. تمام، يبقى انا كده عملت الوصفتين والوصفتين اجمل من بعض.
وده كان الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى يا رب يكون عجبكم، ولو عجبكم ان شاء الله ما تنسوش شير الوصفه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.